مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء معتدلة، وصلت درجة الحرارة في عمان ل 25 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 19 درجة ونسبة الرطوبة رح تكون 71%. غدا النهار رح ترتفع درجات الحرارة ورح تكون الأجواء ربيعية دافئة، رح تسجل درجات الحرارة مع ساعة النهار 31، بالليل رح تنخفض ل 20 درجة. يوم الخميس والجمعة رح تكون الأجواء حارة نسبيا، رح تسجل نهارا درجات الحرارة 29، بالليل رح تنخفض ل 18 درجة ورح تكون الأجواء معتدلة. رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية. إربد 18، غدا 32، عجلون 17، غدا 31، جرش 20، وغدا 33، وأجواء حارة نسبيا. المفرق 19، غدا 34، الزرقاء 21، وغدا 34 درجة. مطار ملك علياء 19، غدا 33، السلط 19، غدا 31، مادبا 19، وغدا 31. البحر الميت 27، نهارا رح تكون 37 أجواء شديدة الحرارة. الكرك 18، غدا 30، أيضا الطفيلة 18، وغدا 30. معان هاي الليلة 20 درجة، غدا 33، أجواء حارة نسبيا. مدينة العقبة 27، وغدا نهارا أجواء شديدة الحرارة ورح توصل فيها ل 40 درجة مئوية. إرويشد 21، وغدا نهارا 37. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، رح يكون طقس حار نسبيا خاصة مع ساعات النهار، ورح تكون الأجواء لطيفة مع ساعات الليل. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك لنا. شكرا جود.